ملي قالوا علينا عام سيدي فرحنا ورجعنا للساحه ديالنا فين كنا عايشين وعايشين والدينا وجدودنا اللهم اغفرنا ليهم. ودابا حنا نعم سيدي رجعنا للساحه وفرحانين ونشوفوا الحباب اللي شحال هذا ما شافونا ونشوفونا الحباب ونشوفوهم. والله يحفظ مالكنا والله يحفظ مالكنا ويحفظ المغرب ديالنا الله يحفظه من كل افات وعاش الملك. رجعنا رسميا ان شاء الله ما هذا الوباء هذا دزنا من ظروف صعبه ولكن الحمد لله وتنشكروه. الصحة هي بترجع ان شاء الله كما كانت الله يحيد عنا هذا الوباء. تنشكروا الناس المسؤولين نشكروا السلطات المحليه الله ينصر سيدنا. احنا رجعنا من جديد ان شاء الله ونتمناو ان شاء الله نتحدوا ونرجعوا كما كنا في هذه الصحه الجامع بنا ان شاء الله يكونوا الناس مزيانين. وتنشكر الناس داخل الوطن وخارج الوطن ان شاء الله. وهذا الشيء هذا راه هذه المحله اللي دزنا منها صعيبه وصعيبه بزاف ونتمناو ان شاء الله ترجع المصداقيه والشباب فيه ان شاء الله جامع الفناء ورجعوا ناس مزيانين من جديد ان شاء الله وكون بخير ان شاء الله والله ينصر سيدنا. حنا جينا وصافي حنا غادي نديروا السبب والكمال وعلى الله غادي نتعايشوا مع هذه الجائحه حتى نشوفوا كي نديروا. احنا الدعم ديالنا هو جا في دار الثقافه ما فهمناش علاش ما باش يعيطوا لنا ليه. هو كاين هادي شهرين هو كاين هنا الدعم ديال هاد الناس صيفطاتو لوزارة الثقافة هو كاين علاش ما عطاوهش لينا. كي غادي نديرو حنا دابا احنا غادي نجيو نضلو هنا فينا هما الناس. انت تتشوف جمع فينا كي دايرة. احنا نعم سيدي فرحانين وسعدانين حيت رجعات الحالة كي ان شاء الله كي كانت في الاول وتنطلبو من الله ومن الناس اللي خارج الوطن وداخل الوطن تنطلبوا من الله يجيو على خير ونتفرجوا معهم وترجع الحاله كي كانت ونكونوا بخير وعلى خير ويرجع المال مجراه. وتنشكروا سيدنا من هذا المنبر وتنشكروا السلطه وتنشكروا القياد وتنشكروا العمال اللي تعاونوا معنا في هذا الميدان باش نرجعوا ترجع الحاله كي كانت.